ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، فقرة هندندن وهنغني فيها. معانا مطربة جميلة جدا، مطربة متألقة، ثبتت نفسها في الفترة الأخيرة، خاصة إن فيديوهاتها حققت نسب مشاهدة عالية جدا. معانا الصوت الطربي والشعبي، فنانة نجوان. يا أهلا بيكي. أهلا يا نوريه. عاملة إيه؟ الحمد لله الأخبار؟ الحمد لله كويسة. إيه الأخبار مع كورونا والدنيا اللي احنا عايشينها؟ بصي والله، هو كورونا ده يعني انا لسه كنت عامله فيديو على الفيسبوك ونزلته على التيك توك. الفيديو ده عدى يمكن عمل 3 مليون شويه. انا بقول فوائد كورونا، انا شايفه ان الكورونا ما مش جاي علينا، يعني جاي حاجه ادفانتج، مش ملهاش. انا شايفه مميزاتها وعيوبها. كورونا خلتنا نعمل نراجع حساباتنا في حاجات كتير جدا. كورونا خلتنا نعرف ناس غلاوتنا عندهم، نعرف ناس كانوا بيحبونا، نعرف ناس بيسألوا علينا. كورونا خلتنا نعرف قد ايه احنا دولة قوية، قد ايه اقتصادنا الحمد لله متماسك، قد ايه رئيسنا يعني واقف في ظهرنا جدا مدعمنا. مدعمنا طبعا. عرفنا بشكل سياسي الدول اللي بتحبنا من الدول اللي ما بتحبناش. عرفنا كل حاجه. فانا شايفه ان هي يعني، طب نجوان بقى اتعلمت ايه؟ ازمه وتعدي. قولي البلد، السياسه، انت اتعلمتي ايه من كورونا؟ انا اكتر حاجه فادتني كورونا انها خلتني شفت كل الاشخاص على حقيقتها بجد. اللي بيحب نجوان بان، اللي ما بيحبش نجوان بان، اللي باقي على الصداقة وعلى الأخوة. طبعا احنا كلنا لينا أصحاب من قبل كورونا كنا بنشوفهم كل يوم. بعد كورونا متهيألي يعني ما اختفوا. طب بمناسبة فيروس كورونا بقى، سمعنا كده أغنية حلوة قوي، نسمعها مع بعض. عملت أغنية فيروس كورونا، دي كانت إنتاج شركة الربيع الإنتاج الفني، أستاذ عبد المنعم ربيع طبعا الشركة بتاعتي المنتجة، وإحنا عملناها حاجة كده تحفيزية للناس. طبعا نسمعها. يلا يلا بينا. يا رب احفظ مصر وكل الوطن العربي من الكورونا، احنا في ازمه كبيره، ادعوا يا رب تعدي بس اسمعونا. افهمونا وصدقونا احنا اقوى من الكورونا، اللي حبونا
ابعد عنهم فيروس كورونا فيروس كورونا. الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ يعني احنا حاولنا نعمل حاجه بشكل ترفيهي. يعني مش عايزين نقول للناس هنموت لا احنا بنهزر مع الناس بشكل شعبي وبنقول لهم اقعدوا في بيوتكم بقى المرض مش طريقه خافوا من اللي الناس شافته يعني من الكورونا بقى. نجوان هل هي مطربه شعبيه ولا مطربه طربيه ولا بتغني صعيدي؟ عشان في طلب جماهيري. ايوه. نجوان كانت بتغني في الاوبرا 8 سنين وكنت بغني اوبرا قديم، كنت بغني غربي في شغلي. بعد كده نزلت اغني في فرح. اوكي. فلقيت بقى يعني جماهيريه عظيمه، الناس بتحبت الموضوع جدا، فانا بدات اخد اللون الشعبي واللون الشعبي عاجبني. بس انا بغني ايه؟ بغني كل الالوان. طب انت شبه مين من الفنانين الشعبيين؟ ان شاء الله امينه. بتحبيها قوي؟ بعشقها طبعا. طب غني لنا حاجه ليها. حاضر عينيا. حاجه حصلت في لايف. تحيه طبعا ليها. اه طبعا. يا عمي يا بتاع الحنطور يا محنطر اس يا انا نفسي اركب الحنطور واتحنطر شي واركب الحنطور واتحنطر بس اقعد قدام واشد اللجام بس اقعد قدام واشد اللجام واتحنطر اتحنطر وهجيب الجو بتاعي يقعد جنبي ويتحنطر ويشد ايديه في دراعي ويأنجزني ونتمخطر ونركن على اي جنب ننزل ناكل بطاطا وكمان نقزز لب ونحل بالشوكولاتة واتحنطر درجن درجن. طبعا بحييها طبعا أمينة. أمينة جميلة وإنسانة روحها حلوة جدا ودايما بنتقابل في الشغل. هزار ضحك احضان وهي ست يعني ربنا يعني يرزقها اكتر واكتر لانها شخصيه جميله جدا انا بحبها. نرجع بقى لموضوع الصعيده. نرجع لموضوع الصعيده. اغنيه مركزه على موضوع الصعيده. ايوه اصلا انا شايفه ان انت يعني انت بما انك بتقولي بتغني في افراح فاكيد في محافظات كتير بتروحي تغني في الافراح فاكيد كان منهم الصعيد. كان في فرح كان خاص بحد قريب كابتن خالد غندور وسافرت معاهم الصعيد اسيوط وعملت فيديو نزل عمل 7 مليون. كنت راكبه على الحصان وبغني صعيدي علشان كده جات لي الفكره بقى ان انا ارجع اعمل حاجه صعيدي. عامله اغنيه للصعيد فلازم نركز. دي حقيقه عامله اغنيه اسمها رجاله الصعيد. انا بشوف ان الناس الصعيده دول اتعاملت مع كتير قوي. مبدئيا ما لقيتش فيهم حد وحش. عندهم عادات وتقاليد كده الست الشرقيه بتحبها. اي ست تحب راجل الحمش طبعا. ايه كده يقول لك ده في عرق صعيدي. انت عندك عرق صعيدي. فانا بحب يعني فحبيت اعمل لهم حاجه اهديها لهم ويا رب تعجبهم. تحيه للصعيد كلهم في كل انحاء الجمهوريه. بيقول لك لما نيجي نحيي الصعايده بيقول لك ده اضرب نار عيران نار يا ولد في الجو. يلا يا جماعه نضرب نار. طب نغني رجاله الصعيد. نغني رجاله الصعيد. يلا بينا. يلا بينا. بجد يستاهلوا التحيه. يعني دمك حامي وعاشت الاسامي. بصي قايلين كل حاجه ما سيبناش حاجه. الاغنيه كلمات الشاعر الجميل عبد المنعم طه والحان منعم وتوزيع توزيع مش عارفه مش فاكره. يعني احتراما وشكر لكل اللي اشتركوا في العمل. بالظبط كده. عايزين من الغنى والطرب ندخل شويه في حياتك. ازاي بقى؟ ايوه البوست دي حاجه لا مش البوستات اللي انت بتنزليها على السوشيال ميديا اكتر ناس بتاثر فيكي. يعني لاحظنا ان انت بتنزلي اكتر لباباكي ومامتك طبعا يرجع لهم الفضل وبنشكرهم طبعا. كلمينا شويه عنهم وازاي هم مأثرين في حياتك لان اكيد اكيد هم ليهم يد او دافع كبير ليكي. طبعا انا بابا الله يرحمه انا عامله اغنيه اسمها بعد ابويا انا عملتها لبابا. والاغنيه دي كان ليها برضو شيء يعني حصل حاجه غريبه جدا انا ما كنتش عاملاها للسوشيال ولا نزلها ولا اي حاجه. انا كنت عامله الاغنيه دي اسمعها يوم ذكرى وفاه بابا فاصحابي قالوا لي ممكن عايزين نسمعها فنزليها لنا بعد اذنك فنزلتها لقيت الاغنيه كسرت انتشرت بشكل مش طبيعي. يعني كنت بقى قاعده في مكان لقيت حد حاططها رينج تون وانا قاعده في مكان ودي يعني كان حدث بالنسبه لي اني عملت كده
فيعني فدي برضو حاجه. ماما ماما يعني بجد انا بوجه لها الشكر طبعا. هي ماما في المستشفى في الحجر الصحي، ربنا يشفيها. ان شاء الله هي تعدي الازمه بخير باذن الله. هي اتاثرت بالكورونا، اتاثرت بالكورونا. وانا طبعا من البرنامج بدعي لها ان شاء الله، وبقى ان شاء الله كلنا بندعي لها. وعايزين برضو نتكلم في النقطه دي، ازاي اتاثرت بالكورونا، برضو نوعي الناس اللي يحصل، او ازاي انت تعاملتي مع الموضوع مع مامتك. يعني مش لازم يكون في تنافر ما بيننا حتى لو ده فيروس، ازاي هو نتعامل فعلا معه. هي بصي، هو احنا يعني احنا اخوات، يعني احنا سبع بنات ما شاء الله. اختي قررت ان هي تقعد معاها. طب يعني هتقعدي معاها ازاي؟ قالت انا هقعد معاها وانا ان شاء الله ربنا حافظني يعني. فاحنا يعني في تبع اخذت بالاسباب يعني. طبعا هي ماما ما بتنزلش خالص من البيت. بس هي الفكره ان بيجي لها الدكتور، بيجي لها كاس تمريض، بيدوها دواء السكر والحاجات دي. اوكي. فبيتغيروا، فتقريبا كان حد حامل الميكروب، و هي بقى لها دلوقتي 11 يوم، ان شاء الله بعد 3 ايام مقرر لها تخرج باذن الله. ربنا يشفيها ان شاء الله يا رب، وترجع لك بالسلامه يا رب. بس ماما شخصيه بقى مؤثره جدا في حياتي، لان بابا توفى بدري وماما اللي ربت. فماما كانت دايما، ماما ست منقبه وملتزمه، بس كانت دايما بتدعمني في موضوع حبه شكل الغنى مني، وحبه احساس الناس مني، وكانت بتدعمني كتير. طب عايزين نغني كده اغنيه حاجه للاب، للاب من غير ما نتاثر. ما أنا نتأثر، يلا بينا. بين اسمي واسم جدي، اسم أغلى واحد عندي، أبويا اللي خيره عليا، ظهري وعزوتي وسندي. بعد ابويا مفيش امان، ولا الفرحة فين بقى، دموعي نازلة على الحيطان، صورة ليه متعلقة، والذكريات راجعة بيا، بتفكرني بخوف عليا، ابويا حبيبي ونور عينيا، انا روحي عنه متفرقة، يا قهري موتك يا ابويا كسر لي ظهري، خلاني عايشة وحيدة، وانا حواليا اصحابي واهلي، من بعدك يابا هينصحني، صعب الفراق بيدبحني، والدنيا من بعدك يابا شمال يمين بتطوحني، ابويا يعني الامان، ابويا يعني الحنان، بعدك يا ابويا خلص الكلام. ينفع كده؟ انا بعتذر لك جدا، بس انا عايزه اقول لك ايه الجمال اللي في صوتك ده، وايه الاحساس ده، يعني اكيد كل اللي سمعنا اتاثر. ينفع كده بقى؟ لا، جاي نقول للناس انا انبسط والازمه هتعدي. احنا نقول الأزمة هتعدي. أنا بعتذر لك، مش عارفة يعني، أنا اتأثرت جدا. ربنا يرحم والدك، ربنا يرحم جميع الآباء، وربنا يخلي لكل واحد باباه ومامته، ويحافظ على بالسلامة إن شاء الله يا رب. وعايزين نقول نصيحة للناس، اتفضلي. أي حد باباه ومامته عايشين، يعني اقعد تحت رجلهم، بس يعني امسك فيهم كده بايدهم، بايدك واسنانك. اليوم اللي بيعدي وانت قاعد في حضنهم وانت تحت رجلهم، ده احلى يوم في الدنيا واسعد يوم في الدنيا، هتعرف قيمته يعني بعدين بقى. بس
انا بشكرك جدا جدا جدا، ربنا كان يخليك نفسي لنا نقعد كتير قوي 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 قوي، حلقات كتير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا بجد، استمتعنا، وبشكر كل المشاهدين، وبجد كنت بشكرك منورانا جدا جدا جدا. وعايزه اقول للناس، يمكن نورهان احنا كنا نعرف بعض اسامي لكن ما شفناش بعض قبل كده، فانا اتشرفت بيكي، وانا بجد وان شاء الله اتشرفت يعني بيكي جدا، كل احلامك. نورتينا. اشكركم اعزائي المشاهدين، وعايزه اشكر رئيس التحرير احمد السيد، شكري خاص لكل المشتركين في العمل الجميل ده، من المخرج للمصور لكل واحد هنا. اتمنى ان احنا دايما نقدم لكم حاجه تبسطكم وندندن مع بعض دايما. استنونا في حلقه جديده من برنامج دندنه فنيه.